إن كنت تحب الإبداع، لديك أفكار تسعى لتنفيذها، تحب الفن، ولديك قدرة على إنتاج أعمال فنية، إذا كانت لديك أي موهبة فمرحبا بك في مسابقة إسلام ويب تيوب. المسابقة عن إخراج فيديو تمثيلي قصير عن الأخلاق. مسابقة من 30 فائزا سينالون جوائز من 15,000 دولار إلى 1,500 دولار. ابدأ الآن واطلق لموهبتك ولخيالك العنان، واشترك معنا في إثراء المحتوى الإبداعي الإسلامي. لمزيد من التفاصيل زور موقعنا على tube.islamweb.net.